السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال إن شاء الله. عواشركم مباركة، نتمنى يا رب تدخل عليكم بالصحة والعافية إن شاء الله. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم حلوة دوزاتاي خفن زربن بنكهة البيستاج. ضروري تكون عندكم حاضرة في الطبيلة ديال أتاي، كتجي مقرمشة وكتدوب في الفم، واللي جربها غادي تولي معتمدة عنده. ندوزو إن شاء الله نشوفو المقادير وطريقة التحضير. بسم الله على بركة الله. بالنسبة للمقادير اللي غنحتاجو لهاد دوزاتاي، عندي 100 غرام ديال الزبدة بدرجة حرارة المطبخ ومن الأفضل تكون حيوانية، كأس من زيت المائدة، 175 غرام من سكر سنيدة الحبوب ديال الرقاق، وعندي 50 غرام ديال بيستاج هرمشتو واحد شوية، خليوه من الأفضل يعني ما تهرمشوش حتى ترجعوه غبرة، حاولوا يكونوا الحبوب ديالو باينين واحد شوية. عندي ملعقة ديال الفرامبواز يابس، نورمالمون هما كتستعملوا 3 معالق ديال الفرامبواز يابس، انا ما متوفرش عندي، استعملت اللي موجود، معلقة ديال الفرامبواز يابس، وعندي 2 معالق ديال نكهة الياغورت يابس، يعني كتكون هذه كتباع عند موالين لوازم الحلويات وممكن تستغنوا على هاد النكهة هذه، غير هي كتعطي واحد المذاق رائع لهاد الحلوى. عندي قبيصة ديال الملحة، واحد ساشية ديال الفاني من 8 غرام، وعندي نكهة البيستاج، تقدروا تستعملوا غير نكهة البيستاج كيف ما كتعرفوا بأنها كتبع بالعبر، أو لا ممكن تستعملوا لاباط بيستاج، بالنسبة لي أنا غادي نستعملهم بجوج بهم. وعندي 500 غرام ديال الدقيق الأبيض الخاص بالحلويات. غادي نمر وغادي نخدمها انا في العجانه، ممكن انكم تخدموها بيدكم. غادي نوضع الزبده بحال اللي قلت لكم، تكون من الاحسن بدرجه حراره المطبخ، غادي نضيف عليها السكر وقبيصه ديال الملحه باش كنخرج لنا هذوك المذاقات. بالنسبه للعجانه غادي نستعمل انا هاد الكه، واذا كنتوا غتخدموا بيدكم راه كتحصلوا على نفس النتيجه، غير في الاول لازم انكم تخدموا السكر مع الزبده حتى كيذوب لكم مزيان، عاد كتضيفوا المكونات الاخرى. من بعد ما تخلطوا لنا المكونات مع بعضياتهم، غادي نضيفوا واحد معلقه صغيره ديال نكهه البيستاج. بحال اللي قلت لكم ممكن تستعملوا غير نكهه البيستاج وممكن تستعملوا غير لاباطا بيستاج، انا حاولت نستعملهم بجوج، عندي متوفرين بجوج بهم، فكيعطيو واحد المذاق رائع لهاد الحلوى. وضفت كذلك هذاك 50 غرام ديال البيستاج اللي عندي مهرمش. ملي غيتخلطوا لنا المكونات ضروري غادي تراكليو الجناب، لان كتكون الزبده مقعده في القعر ديال الاناء، غنحاولوا اننا نراكليو الجنابات، وغادي نخليوها تخدم لنا واحد شويه تقريبا واحد المده ديال دقيقه. من بعد غادي نضيفوا الزيت، يعني كاس ديال الزيت المائده، وطبيعي وضروري اننا غادي نركليو الجنابات باش يتخلطوا لنا المكونات مع بعضياتهم. وفي هذا الاثناء غنبقى نضيف الدقيق شويه بشويه، بطبيعه الحال راه الدقيق مغربل مسبقا، وغادي نضيف ديك الخماره ديال 8 غرام. غادي نستمر في إضافة الدقيق يعني شوية بشوية، راه ما غاديش نضيفه كامل، على حسب الدقيق واش كيشرب او لا ما كيشربش، لان كاين بعض الانواع راه تيشربوا دغيا ويقدر يجيكم العجين قاصح، فردوا البال لهاد النقطه. غادي نشوف العجين واش مازال كيتفرتت ليا او لا مازال خصو شويه الخدمه، لاننا علاش حنا خدمناها بهاد الباليت باش كيطلق لنا هذاك الزيت وداك الزبده، لان حنا ما درناش فيها البيض، غا هذاك الزيت والزبده غادي نخدموا بها، لان تقريبا هي الخدمه ديالها فحال البهل. غادي ناخذ هذاك الفرامبواز او ومع نكهه الياغورت، غنحاول انني نفرتتها واحد شويه لان الحبوب ديالها كيكونوا شويه غلاضين، غنحاول نفرتتها.
وهاد الحلوى من الاحسن استعملوا فيها 3 ديال المعالق كبار ديال فرومبواز سيشي. بحال اللي قلت لكم انا ما كانش عندي متوفر، خلطت النكهه بين الفرومبواز ونكهه الياغورت سيشي اللي عندي، فهو كذلك عطاها مذاق رائع، لكن كنتمنى تجربوها بالفرومبواز سيشي. غادي نخلطوا المكونات تقريبا واحد 20 ثانيه وغادي نحيدوها من العجانه. انتم كيف ما كتلاحظوا العجين ديالي كيتجمع لي بكل سهوله. هاد الحلوى هادي كيف ما لاحظتوا بانها بلا بيض، خدمناها بالزيت والزبده اللي حاولوا انكم تخدموها بحال خدمه ديال غريبه او البهله، كتجي تقريبا تماما يعني في العضه ديالها كتجي ديك التقرميشه اللي كنعضوها في البهله هي اللي كتجي في هذه الحلوى هذه، غير المذاق مختلف انها بنكهه البيستاج. كنتمنى تجربوها وتردوا عليا الخبر. نحاول نكورها يعني القياس كديروا على حسب اللي بغيتوا نتوما، عينكم وميزانكم. كيكون عندي الفران مشعول على درجه حراره 160 درجه، نشعلو من الفوق ومن التحت مده الطهي 20 دقيقه، وكذلك على حسب الفران ديالكم. خديت واحد شويه ديال الناباج وواحد شويه ديال البيستاج مهرمش. غادي ندهن وجه الحلوى من بعد ما خليتها بردت، وغادي نزينها بالبيستاج يعني مهرمش من الفوق، كتجي رائعه. كنتمنى تجربوها وتردوا عليا الخبر. فكان هذا هو الاقتراح ديالنا ديال اليوم، دوازاتاي خفا زربا ساهل ماهل توجد لكم في الحين. كنتمنى تجربوها وتردوا عليا الخبر. ما تنسونيش من لي لايك من التعاليق المحفزه. الى فيديو قادم ان شاء الله. خليت لكم الراحه احبائي.